خوتي وخواتاتي تبارك الله عليكم، معكم بسطاف. تنحييكم وتنشكركم على الوفاء ديالكم والإخلاص والمتابعة ديالكم للقناة ديالي. بغيت نتقاسم معكم هنايا واحد المكان هنايا في سويسرا، واحد البليدة صغيرة، قرية صغيرة حدايا هنا في الساكن، 5 كيلومتر وما فيها حتى 5000 ولا 6000 يعني اللي ساكنينها، ولكن مقومينها ومعتنيين ب دايرين مرافق زوينه للاطفال، غزاله كما تشوفوا هنا. كاين واحد الباركور، انا غادي نوري لكم واحد لا فيديو، شوفوا معايا، خليكم تشوفوا لا فيديو. كما تشوفوا دايرين واحد الباركور ديال التضاريس بالدراجه للاطفال، جميل وجميل بزاف كما تشوفوا هنايا، مختلف الصعوبات. ها جيب الاطفال ديالك ويدوزوا وقيته غزاله وغزاله بزاف. هنا يعني فواحد الفيلاج، قريه صغيره وفيها هادشي الاطفال. هنا الخصوصيه اللي كاينه هنا في سويسرا، اي مدينه واي قريه ولا بدات يفكروا في الاطفال ها وفي الوليدات كما تشوفوا. ها انتم الاطفال هنايا بالدراجات، تيشجعوا الاطفال على ممارسه الرياضه كيف ما كان الانواع ديالها. انتم هنايا هادو الاغنام ديالهم كما تسمعوا، كل خروف ولا كل نعجة ولا هادشي، حتى بالنسبة للأبقار هنا في سويسرا معروفة، تيدير لهم واحد الناقوس في العنق ديالهم كما تسمعوا هاد الموسيقى هادي. الناقوس يعني كل وحدة بالناقوس ديالها، باش حتى إلا تجلات، باش إلا تجلات الناقوس ديالها ما حتى زاد تمشى ولا كذا، نسمعوا تيسمعوا الناقوس ديالها وتيلقاوها. شو تبارك الله، شوف هذا غير خريف صغير ولكن ما شاء الله سمعنا ما شاء الله. بلاصة بكل صراحة نقية ونقية بزاف وزوينة للأطفال كما تشوفوا هنايا. زائد نتقاسم معكم واحد المعلومه هنايا، تتعرفوا الدراري تيجيو يلعبوا ولا بدا تينساو شي حاجه، ها شي حاجه ينساوها ولا يجليوها ولا يدخلوا للدار وينساو شي حاجه. هنايا كاينه واحد الصناديقه انتم تشوفوا بوات اتروفاي، يعني اي حاجه نساوها الدراري تيديروها هنايا كما شفتوها. كاين شي واحد نسا طاح له هاد الضوايا ديال الفيلو ديالو، هذا طربوش شي واحد نساه، هادو صباعيات ديال الفيلو ها شي واحد نساهم، ومتى يحطوهم هنايا تقدر الواحد يكون تيلعب مع وليداتو ويدخل في حالو، وفي اخر المطاف يكتشف انه طاح له شي حاجه ولا نسى شي حاجه، تيرجع لهنايا تيشوف هاد لابواط ويقدر يلقى داكشي اللي ضاع له. فوالا هادشي اللي كاين، هانتوما كاين التيرانات ديال الفوت بعاد. ها وهنايا هنايا يقدو اوي هنا تيلعبو لي زيشيك، هنا تقدر تلعب لي زيشيك. وهنايا كاينين لي بيون الكبار دايرينهم هنايا، تقدر تتصل بالمسؤول على هادشي ويعطيك ويسلم لك المفاتيح وترجعهم له. ها وي هنايا تيلعبوها، يعني الدراري يعني الاباء يلعبوا لي زيشيك هنايا، والوليدات يلعبوا هنايا بالدراجات، وهنايا خلاص لي توبوغون وداكشي، وتقدر تجي دوز النهار ديالك ها ودير البيكنيك ديالك هنايا على البليصه هنايا. كل شيء موجود الحمد لله،
كاين الشجار يعني حتى الا كان الجو مشمس يعني راك في الظل. هانتوما تشوفوا يعني بلايص غزاله وغزاله بزاف، والطبيعه خلاص ما نقول لكمش، الطبيعه رائعه. وهنايا واحد التيران، التيران كاين فيه ديال ميني فوت صغور وكاين ديال الباسكت. والجهه اللي بعيده تمايا كاين تيران ديال الغازون، والجهه اللي بعيده كاع تما اللي تشوفوا ديك البنايه هذاك التيران الكبير تيلعبوا الدراري تمايا. تشوفوا الابقار هنايا هما دوك راهو حتى هما بالناقوس ديالهم، تسمعوا الناقوس. وهنايا كاين واحد الطريق هنايا غير ديال صحاب الفيلويات وهذا واحد الواد هنايا، الواد وادي يا سيدي، والواد وادي يا سيدي، والواد وادي العيون عينيا والساقية الحمرانية، والواد وادي يا سيدي، والواد وادي. هنا كاين الحوت تتشوف هنا بزاف ديال الناس يصيدوا، هانتوما مناظر جميله وجميله بزاف. وعلى هاد الاجواء الجميله والمناظر الخلابه باسطاف تيقول لكم تبارك الله عليكم عز ونصر.